We're waiting for an interview here in Arabic. دكتور غسان معك. حكينا عن عدد الإصابات. كان هناك عدد كبير من الإصابات، أكثر من 40 إصابة برصاص المطاطي، لأن جنود الاحتلال كانوا يعني يستهدفون المتظاهرين والشباب اللي كانوا يزرعون الزيتون. عدا عن وجود إصابة برصاص الحي تم نقلها إلى المستشفيات. هناك 6 إصابات متوسطة الحال تم نقلها أيضا إلى المستشفيات، عدا عن مئات الإصابات اللي حصلت نتيجة الاختناق في الغاز اللي السامي اللي كان يطلقه جنود الاحتلال باتجاه المتظاهرين.